لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. انت الان راك في ظل تحديات كبيره، تحديات داخليه سيئه جدا، تحتاج الى جبهه موحده وليست تحتاج الى غوغائيه. لذلك انا اقول لكم ان المرحله صعبه. العصابه عادت بقوه، والعصابه راهي تسترجع في مؤسسات الدوله. الحراك الشعبي اللي تحرك ضد العصابه يجب عليه ان يتهيكل في اطر معينه لايقاف هذا. اذا كان الرئيس حقيقه سيقف ضد هذه العصابة سيكونون عونا للرئيس، أما إذا تماهى معهم أو لم يعد أصلا ففي هذه الحالة يجب أن يكون هناك تهيكل في إطار يجعل الشعب الجزائري يفرض كلمته على هذه العصابات التي عادت وسيطرت. الشعب الجزائري ما عندوش مشكلة مع المؤسسة العسكرية، ولا يجب المؤسسة العسكرية التي لا تخلو من الشرفاء ولا تخلو من الأبطال ولا تخلو من الرجال الذين عندما تحيس وتبيس يظهر معدنهم. ما تخلوا هؤلاء الأراذل وهؤلاء اللصوص والمفسدين يعاودوا يهيمنوا على الدولة الجزائرية من جديد، هيمنوا عليها على مدار. ونحن كنا ننتقد في القايد صالح آنذاك وننتقد في المؤسسة العسكرية لأنهم بقائهم هيمنتهم على الدولة ستدفع ثمنه المؤسسة العسكرية، وراو جاي اليوم وراح تدفع ثمن المؤسسة العسكرية. وها هي إذا سكتت الآن على عودة أي عصابات وتهيمن على الدولة مجددا ستدفع الثمن غالي. إذا كان التاريخ سجل للقايد صالح رغم ما فيه من مساوئ وما لديه من حسنات وما فيه من سيئات بلا أدنى شك، لديه كثير من الأمور التي انتقدناه عليه، ولكن شاء الله ثم شاء التاريخ أنه في مرحلة معينة لعب دورا ضد هذه العصابة ودفع الثمن. وها هو يدفع الثمن وهو متوفي منذ أكثر من عام، وما زال سيبقى القايد صالح ما دامت هذه العصابة تتكاثر وتتوارث الحكم، تتوارث الهيمنة وتتوارث لوبيهات المال على مدار عصور. سيبقى لهم على مدار أجيال وعقود سيبقى لهم القايد صالح كابوس. واذكروا كلامي جيدا، وهذا ليس تقديسا للقايد صالح، قلت لكم القايد صالح له ما له وعليه ما عليه. أنا أتكلم في هذه المسألة معينة لأنه وقف ضده. والرئيس لما جاء كان من المفروض يبدأ حقيقة عهد جديد، ما تجيش نهار كامل زغماتي ويمدحوا فيه وكذا 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 والعدالة. ما كانش عدالة في الجزائر، كاين قضاء ولكن العدالة ما زالت عدالة التليفون، ما زالت جذور العصابة متجذرة. أفسد مؤسسة كانت في الجزائر هي المؤسسة القضائية اللي كانت متجذرة فيها الرشوة في عهد العصابة لدرجة ما تصور. أعطوني ترى، هل تم فصل قضاة مرتشين؟ هل تم فصل وكلاء جمهورية مرتشين؟ هل تم أعطونا ترى البيلون تاع عام واش درت وسيم؟ أعطونا ترى، روحوا للسجون وشوفوا. أنا شفت هذه الأيام ترويج على أنه أحد المسجونين كان نقاز يقول بأنه الوضع نتاع الأكل في السجون سيء. وحقيقة أنا أقولها لكم، أنا عشت في السجن، سجن القليعة اللي يهضر عليها أنا دخلت سجن الحراش، دخلت سجن عسكري البليدة، دخلت سجن تبسة، دخلت عدة سجون نعرفهم. حقيقة الأكل سيء وهذه الأمور وهذا الوضع راه سيء، ولكن هناك مبالغات في كثير من الأمور تحدث من أجل الضغط ومن أجل هذه الأشياء. يجب أن نكون شوي موضوعيين في هذه الأمور، ولكن أنه الدولة لما تغيب مؤسساتها في الجوانب الكل رايح تجي ويكثر الحديث على أي شيء. ما الذي تحتاجه المؤسسة العسكرية حتى تستعيد خالد نزار بهذه الطريقة؟ وخالد نزار هو اللي سرب الصور، محيط خالد نزار هو اللي سرب الصور، هو استفزاز. ها قد عد وعد من الباب الواسع ودزوا معاه. هذه الرسالة، لو عاد فقط من أجل أنه يسوي الوضعية نتاعه ويكمل أيامه في داره حتى يموت ما كانش الأمر يمشي بهذه الطريقة. أنت حاب تجي ما يرسلكش رئاسة، يبعث له طائرة على الخطوط الجوية الجزائرية يعطي لها تصريح تروح وجي وجيبه عادي، وروح ويمتثل أمام قاضي التحقيق بصفة عادية وعادي، يوم بعد يقول له لا القضية ها هي راه كيفاش تمر واسترجعوا، معليش تكون صفقة في حد ما.
انك تسترجع جنرال وزير دفاع في ظروف سيئه مثل هذه الطريقه، لكن انك تعطي هذه الطريقه ويسرب الصور والطائره رئاسيه، انا اعتقد بانه هذا معناها انه الذين يقفون خلف استعاده خالد النزار الذي هو متهم في ضمن المجموعه التي كانت تريد عزل القايد صالح، هذه المجموعه اللي هي مجموعه السعيد بوتفليقه وتوفيق وجماعته الذين كانوا يريدون ان يديروا مجلس رئاسي خلافا لبوتفليقه، بعدما فشلوا ان يديروا عام واحد يمددوا عام البوتفليقه يدير فيه دستور جديد، والدستور هذا عده لهم العرابه وهو نفس الدستور اللي قدموه التبون، فقد زادوا فيها في الديباجه نتاعو وش يسموا هذيك تاع الحراك الشعب. علينا أن نفيق، علينا أن نفيق من هذا الوهم. الجزائر تمر بمرحلة صعبة ومرحلة خطيرة للغاية، علينا أن ننتبه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.